طلقت صبيحة اليوم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية، حيث شهدت القاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي أول نوفمبر انطلاق منافسة كرة الهدف ما بين 6 مدن جامعية. بعد الظهيرة ستنطلق ألعاب القوى كرمي الجلة والقفز الطويل ومختلف سباقات. هذه الأولمبياد في طبعتها الثالثة عرفت مشاركة 98 رياضي يمثلون 6 مدن جامعية. هذه الأولمبياد هي فرصة لإبراز مواهب الشباب من ذوي الهمم، فيعني هي فرصتنا جميعا، والحمد لله فكان لي الحظ هذا العام لأول مرة أشارك في المسابقة الوطنية. أتمنى أن أوفق إن شاء الله يا ربي، أن يوفق الجميع.